ويلي قلبي ويلي عيني ويلي عيني لا تبكيني، ويلي قلبي ويلي عيني ويلي عيني لا تبكيني، لا تبكيني يا دمعاتي في قلبي مخباتي، لا تبكيني يا دمعاتي في قلبي مخباتي، ولا تبكيني يا دمعاتي بقلبي مخباتي، يا دمعاتي بقلبي مخباتي، يا يما راح الخلاف والدنيا تسمع ويلاتي، ويلي قلبي ويلي عيني ويلي قلبي. لعلم المعلوماتية جعله يؤسس جمعية خاصة بالمعلوماتية في سوريا ترأسها بنفسه وعمل من خلالها على إدخال الحاسب الآلي إلى العديد من ميادين العمل. كما يهوى مطالعة الكتب السياسية والاقتصادية والعسكرية، وله دراسات عدة وأبحاث استراتيجية حول منطقة الشرق الأوسط. لم يظهر على الساحة السياسية إلا عندما قام عام 1991 بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، حيث سلم رسالة من الرئيس حافظ الأسد إلى الملك فهد بن عبد العزيز، والتقى بولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز، وقام بزيارة إلى أماكن التدريب العسكري في المملكة. ويذكر باتريك سيل في كتابه عن لسان الرائد الشاب في مقابلة أجراها معه عام 1988: كنت مقتنعا مع إخوتي بأنه حتى لو حدث شيء لواحد منا فلن يكون لذلك أي تأثير سياسي على والدنا. صحيفة الفيجارو الفرنسية قالت أن باسل الأسد كان يتمتع بحس سياسي كبير، وأن سوريا فقدت بوفاته رجلا نادرا جديرا بالاحترام والثقة. وفعلا خسرت سوريا والأمة العربية جمعاء شابا من شبابها المبرزين وفارسا من فرسانها الباسلين. كتبت بيات تشرح لك حوالي، تحكي النار اللي سببها هواك، تقول لك عود يا ولفي يا غالي، قبل ما موت حسرة علقاك. سبع بيات واسمعها بصوتي، لا تنسى قلب تعود عانداك. أول بيت رح قلك أحب، حبك نار قادت في حاشا، مالي دربه وإلا دربك، اقرأ المكتوب وافهم محتوى. تاني بيت طيفك بعيونه مثل البدر ما يفارق سما، بتحرك جنوني وبحر الحب بيه وجبني يا بحر الحب بيه وجبني يا.
صوتي، لا تنسى قلبي بعوض.